المنتخب جيد جدا الحمد لله والشكر، رغم الإصابات اللي صارت قبل السفر وأثناء السفر همين، لكن معنوياتنا عالية والحمد لله والشكر. المباراة أمس، مباراة أمس مع منتخب الأردن الشقيق، طبعا كان اكو أخطاء وهالشيء، لكن هذا شيء فني وشيء طبيعي كلش. والمباراة الودية مثل ما تعرفون نحن بمعسكر تدريبي، هذا المعسكر التدريبي هو انه تمهيدي يكون او تحذيري او اي شيء، طبعا ايش قد ما نغلط نحن نصحح الاخطاء والحمد لله، يعني النتيجة زينة هم كانت من انه التعادل طلعنا به، وكان كنا نتمنى نفوز اصلا، لكن هاي مباراة تمهيدية وتحضيرية، وهذا هو اول تجمع وأول مباراة تقريبا ودية دولية تكون بعد سنة، واللاعبين كلهم هالفترة اللي قعدوا خلال 7 أشهر أو تقريبا نقول سنة ما لعبوا بهذا الشيء. والدوري مثل ما تعرفون الدوري بدأ الحمد لله والشكر قبل هسه نحن المرحلة الثالثة، فإنه هاي الشغلات كلها تأثر، والتجمع الحمد لله كل الزينين ومرتاحين هنا وما عندنا أي مشاكل وموفرين لنا كل شيء. وطبعا شكر خاص إلى دولة الإمارات والاتحاد الإماراتي اللي بصراحة وفروا لنا كل شيء وكل المستلزمات، ومعانا موظفين معانا يكونون، فهذا الشيء بصراحة نفتخر به وفرحنا به، وإن شاء الله المباراة الجاية راح تكون أحسن ومكتملين بكل النواحي إن شاء الله. تعرف مباراة كانت جيدة بالنسبة لنا، تعرف غايبين يعني من وقت طويل أكثر، يمكن تقريبا من سنة، إن شاء الله نتحسن من مباراة لمباراة. انتظرنا مباراة أمام أوزبكستان، إن شاء الله نكون نقدر المسؤولية، يحتاج لنا مباراة تجربية أكثر، يعني حتى بالدوري المضل الدوري العراقي 3 جولات ما كنا بالمستوى لأن كنا غايبين منذ فترة طويلة، إن شاء الله نوعد الجمهور أن نقدم مباراة أوزبكستان. أكيد يعني المباراة الأولى كانت يعني مثل ما كانت أول مباراة مثلا بالدوري للأندية العراقية، كانت صعبة جدا لأنه اللاعبين مبتعدين من فترة طويلة، يعني بحدود تقريبا سنة، وكثير من اللاعبين ما لعبوا حتى يمكن أكثر من 100 دقيقة، يعني إذا عددنا هواي من اللاعبين. أيضا اختلاف أرضية الملعب، الخصم، هذه كلها من العوامل اللي ساعدت أنه اللاعبين ما يظهرون بالشكل المطلوب، وهذا شيء طبيعي لأنه مثل ما ذكرنا أنه مباراة أولى. نتأمل أنه الوضع البدني للاعبين أنه يكون بتطور أكثر، خاصة أنه مع مرور مباريات الدوري العراقي، لأنه ما لعبوا أكثر من 2 أو 3، وأيضا فترة إعداد الأندية كانت قليلة جدا، لذلك نتأمل أنه بقادم الأيام إن شاء الله مع الأندية العراقية مع تجمعات المنتخب أنه يكون منتخبنا يظهر بصورة أفضل من ما ظهر أمام الأردن.